قطاع التعليم العالي والبحث العلمي استنادا إلى طريقة أو خريطة الطريق التي وضعناها له يتجه نحو تكوين عالي وتعليم عالي وكذلك بحث علمي مفيدين من أجل أن يكون هذا القطاع خالقا للرأس المال البشري الذي يساهم في التنمية على المستويين المحلي والوطني، وحتى يكون للجزائر سمعة محترمة ضمن الدول الأخرى بانفتاحها وتجاذبها مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي الدوليين.